مزيد من المتابعين انضم الينا عبر الهاتف الدكتور مدحت محمد الصالح استاذ الاداره والتنميه المستدامه. دكتور مدحت بعد التحيه، يعني حجم المشروعات التي تم افتتاحها اليوم بمحافظه سوهاج والتي سبقتها مشروعات اخرى تنمويه بمحافظات الصعيد كافه، كيف ترى فلسفه الدوله في التعامل مع ايجاد توازن ما بين ريف الوجه القبلي وريف الوجه؟ حياة والاحترام لحضرتك أستاذ محمد والأهل مزبيرو جميعا، وكل عام وحضراتكم بخير. ما حدث اليوم هو ما أسعدني بالفعل كمواطن مصري، كأكاديمي متخصص أستاذ جامعة. لا لا، ما حدث اليوم التنمية المستدامة يعني ليها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية واللي أنا أضفتهم لهم بعد كده في دراسات العليا والدكتوراه والأبحاث، البعد السياسي والبعد الثقافي والبعد العقائدي والبعد الإداري اللي بينسق ما بين كل دول. لكن ما رأيته اليوم هو بعد خفي في التنمية المستدامة يا أستاذ محمد، وهو العدالة. عدالة التنمية المستدامة وهو ما أكتب فيه الآن، أمر جد خطير أن تكون هنالك العدالة. اعتدنا دائما أن تبدأ كبرى المشروعات والتطوير من ميدان التحرير في القاهرة، من ميدان سعد في اسكندرية، من المنشية، من مشاية المنصورة، من بورسعيد، من الميناء. لا، الآن تبدأ عملية التطوير من النجع والقرية والمركز وما إلى ذلك، وهو ما سيحدث أمر قد لا يخفى على المتخصصون في التنمية والتنمية المستدامة تحديدا، هو الهجرة العكسية. صحيح، أطلقت على مشروع حياة كريمة، حياة كريمة للجميع، وأطلقت عليه من مسبير العريق مشروع القرن. أنا والآن أجد فيه ومن فترات سابقة أنه الهجرة العكسية، فهو المواطن المصري يعتاد ويفضل أن يولد هنا فيعيش هنا ويتزوج وينجب وما إلى ذلك ويرحل من نفس في نفس المكان. صحيح. لكن دكتور مدحت، يمكن ما يرسخ فكرة حضرتك هو التناغم ما بين المشروعات التي تم تنفيذها في الصعيد وبالأخص في سوهاج. نحن نتحدث عن مشروعات خاصة بالبنى التحتية، مشروعات خاصة بالتعليم والجامعات التكنولوجية، مشروعات خاصة بالتنمية الصناعية وما إلى ذلك. هذا الأمر وهذه المنظومة تعكس فلسفة الدولة فيما يتعلق بتنمية الصعيد على كافة الأوجه، وأيضا مثلما أشرت التعامل مع الهجرة من الوجه القبلي إلى المدن الأساسية القاهرة والجيزة. ده. إن أذنتني أكمل فكرة الهجرة العكسية وأستفيد في إجابة سؤال حضرتك وفقا لوقتكم المحدد. الهجرة العكسية ستعيد هذا المواطن إلى وقت، فما الذي دعاه إلى الهجرة من موطنه الأصلي؟ افتقاده للرعاية الطبية، شقاء أولاده للحصول على المؤهل العلمي، فهم يضربون 3 و4 و5 كيلومترات ذهابا إلى المدرسة صباحا، فيذهبوا منهكين، فيجلسوا في المقاعد لا يفهمون ما يقوله أستاذهم، ومطلوب منهم أن يعودوا هذه الكيلومترات العديدة ويكملوا أو يراجعوا. ما هذا لا يحدث. ولولا تفوق الإنسان وإصرار الإنسان في أبر إيجيبت كما يقول في صعيدنا الحبيب، وفي كثير من القرى مصرنا في الدلتا، ما كان لهم أن يتفوقوا في دراستهم وما إلى ذلك، بالإضافة إلى انعدام الخدمات الطبية. انعدام، أليست هذه كقاسية؟ لا والله، ما هي قاسية. في بعض النجوع والقرى تنعدم، ويقومون بنقل المريض أو من يحدث له أي طارئ نقلا غير طبي قد يساهم في تفاقم إصابته أو ازدياد حدة مرضه وما إلى ذلك. الآن يجد المدرسة والتعليم قبل الجامعي والجامعات، شاهدنا اليوم جامعة سوهاج الجديدة، هذا أمر تضاهي الجامعات على المستوى الحديث بالفعل، المستوى المعاصر. ف
فحديث اليوم قد يكون قديم الغد، لكنها تضاهي المستويات المعاصرة لكافة الجامعات في العالمية. إذن هو يعود غير مكبر، يعود إلى ذلك، فيخف الضغط على الانفراستراكشر والبنية التحتية الخاصة بالمحافظات الأخرى. أما هذا التناغم الحادث، يشدون هذا التناغم الحادث في المجال الطبي والمجال الزراعي والمجال الصناعي. وسوهاج بالذات النهاردة هي مدينة حالمة بكل آفاق المستقبل. شاهدت اليوم وجوه البشر عبر شاشاتنا في المصريه، من ماسبيرو، والشاشات العربيه نقلت عن ماسبيرو هذه الاحداث وهذا الافتتاحيات. الامم المتحده تتابع حياه كريمه وتشير اليها في اضابيرها وفي وثائقها. حياه كريمه هو ايضا ستاندر مشروع من نموذج مثالي للسستينبل ديفلوبمنت، التنميه المستدامه، يشيرون عليه البنك الدولي نفس الشيء. قد تعددت المشاريع في سوهاج، وفي الشهر الماضي تعددت المشاريع في السويس الجديده والمنصوره الجديده. المنصوره قد هي اكملت الامتداد الساحلي على الطريق الساحلي الدولي ما بين بورسعيد ودمياط وما إلى ذلك، وصولا للأسكندرية والغرب ومرسى مطروح. السويس هذه المدينة الباسلة التي جانبتها عدالة التنمية المستدامة لا بدأت تأخذ حقها، واستجابت القيادة السياسية لنداء مواطني السويس بمحاولة دمجهم في برنامج حياة كريمة، وتم الدمج بالفعل. وشاهدنا ما شاهدناه في السويس، أسيوط، معامل تكرير البترول بدأت تعمل وبجدية، البنزين والمحروقات بدأ يأتينا من أسيوط وما إلى ذلك، بنبان ومحطة الطاقة الشمسية، أسوان. كل هذا يجعلني كمواطن مصري، قبل أن أكون أكاديمي متخصص أستاذ أي شيء، كمواطن مصري أشعر بالفخر بجدية هذا العمل الذي يبدأ من النجع والقرية ويصل إلى ما أبعد من ذلك، فيحدث الهجرة العكسية ويرضي مواطن تحمل كثيرا من أجل بلدي وما زال يتحمل ويصبر بإذن الله. دكتور مدحت، بالمثال مما شاهدته اليوم من افتتاحات في محافظة سوهاج، إلى أي مدى تساهم هذه المشروعات الجديدة في تنمية الاستثمارات بالصعيد وأيضا توفير فرص العمل؟ ستوفر فرص عمل، نعم. فلقد خلال الفترة القليلة الماضية بدأت يجاور ويشارك برنامج حياة كريمة مبادرة ابدأ، وهي ما نطلق عليه الزراع الاستثماري أو الزراع الاقتصادي لمبادرة حياة كريمة. 12 دولة ما بين العربية والأجنبية سينضمون إلى هذه المشروعات، 32 أو 33 شركة إن لم يتخني الذاكرة، كيانات عملاقة، السعي لتوطين الصناعة. ما هو إذا عاد المواطن يا أستاذ محمد بي إلى وطنه أو بلده أو نجعه أو قريته ووجد رعاية طبية ووجد تعليما وغذاء وما إلى ذلك ولم يجد عملا، سيسعى ويرتد إلى الهجرة إلى الشمال أو إلى هنا أو إلى، لا، هو سيجد العمل. كل هذه المصانع التي تفتح والطرق والمحاور العرضية فوق النيل التي ربطت، زمان أتذكر أن ممكن نمشي 100 كيلو ما فيش محور عرضي يعدينا من الشرق للغرب او من الغرب للشرق او مسافات طويله قد لا تكون بالمئة، لكن الان ربط المحاور العرضيه ما بين سوهاج والشرق والغرب والمنيا الشرق والغرب احدث نقله حضاريه، واتاح استغلال الظهير الصحراوي، وهنا تكمن سهلت مشاكل متعددة، فقد بدأ توفير المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، وهو ما يحتاجه المستثمر. المستثمر أحيانا
يشيرون إليه أنه قد يكون يخاف على أمواله كثيرا وما إلى ذلك. نعم وهذا حقهم، لكن الآن أصبحنا نجذبه بطريقة غير حادة ولا جادة. هنا نقول أصبح هنالك تنافس بين المستثمرين للوثوق، فلقد أصبحت هنالك طرق وكهرباء وطاقة شمسية وغاز ومياه وما إلى ذلك. هذه البنية الأساسية التي أجبعنا البعض همزا وغمزا ولمزا، لماذا هذه الطرق ولماذا هذه الكباري ولماذا هذا الصرف؟ لا، كانت ضرورية. أما ونحن الآن في المرحلة الأولى من حياة كريمة، وبدأت إبدأ مبادرة إبدأ مع حياة كريمة للانضمام لتكون زراعها الاستثمارية جزيرة الشكر، هذا العدد تأكيد من الدول والشركات وما إلى ذلك. لا، هذه بداية جادة بإذن الله تعالى إن شاء الله. دكتور مدحت محمد صالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، أشكرك جزيل الشكر.